كابتن محمد، ايه رايك في قفشه؟ ما احنا بقى لنا نص ساعة دلوقتي ما جبناش سيرته، تصدق؟ ما انت اللي فكرتني في الفاصل. يعني عمال نقول حسين وطاهر. كابتن سألك بلاش. لأن أنا قلت لك من فترة قفشة لازم يغير من ستايل لعبه. اللعب اللي هو خد يا كريم وهاتها تاني، خد يا حسن وهاتها تاني، لا. النهاردة شوية كان بيرمي بساط من العمق بس ما كانتش مظبوطة. صحيح. حتة الضغط هو عبد القادر هم اللي بوظوا حتة الراجل، والراجل طالع متضايق في المؤتمر عشان التكتيك اللي هو بيعمله. الضغط من قدام دايما، ودي مع الاحترام لأسوان، لو فرقة تقيلة هتطلع كل دقيقة بالكورة، انت فاهمني؟ فلا قفشة، يعني شوف، انا قلت على حسين، ها ابتدى حسين الشحات. لما طاهر فاق قلنا كويس، لما كريم قلنا فقفشه. احنا بقالنا فتره هو محمد شريف بيقول ايه، لا عايزين احسن، عايزين تركيز. لا قفشه لازم يعيد حساباته شويه. ايه مشكله قفشه يا كابتن حسن؟ اسم كبير، نجم الفرقه، لعيب كبير، واحيانا بيقعد على الدكه، فيبقى لما هينزل هياخد او يبقى فايتر اكتر ويحاول يدي اكتر. ايه مشكله قفشه؟ هي مشكلته من السنه اللي فاتت، يعني مش السنه دي، يعني السنه اللي فاتت. انا بتكلم يعني من ناحيه نفسيه. كروش خلص على شريف وقفشه. لما تيجي نجمين زي دولك كانوا من احسن اتنين لعيبه في النادي الاهلي، راح كروش خلص عليهم، فجم بعديها نفسيا. طب سامحني في دي. يا كابتن. طب كروش خلص عليهم. موسيماني في الاخر خلص عليهم برضو. المشكله عند مين؟ هي نفسيا يا كابتن، خلي بالك الموضوع بيفضل نفسيا، يعني مش فنيا. وبعد كده طبعا ضغط الماتشات وكده، فالموضوع هربت بقى. هربت من الاثنين يعني، بمعنى الكلمه. فهي دي النقطة. بس السنة دي بقى البداية برضو أنا قفشة كان مصاب. قبل بس ما أسيب قصة كروش، أنت خليتني يعني هضطر أقول لك كده. أنت بتحب كروش قوي. طبعا بحب كروش. طبعا. بس دلوقتي لما يبقى قفشة ومحمد شريف يتأثروا نفسيا من وقت ما كروش استبعدهم لحد دلوقتي وبيلعبوا في النادي الأهلي، فين بقى شخصية لاعب النادي الأهلي؟ بالظبط، معاك أنا دي. بس خلي بالك أنا برضو لعبت منتخب. أنا ما أقدرش أحمل كروش يعني. طب أنا أقول لك على حاجة. استبعده وكان غلطان مثلا، بس ما أحملوش. أنا كنت برضو في لعيب في النادي الأهلي، وجي فترة عليا ما كنتش بلعب في منتخب مصر. كنت باجي عليا متضايق نفسيا، بس كان بيجي دور المدرب. كان مانو جوزيه كان بيجي يقعد يكلمني، وحسن أنت أحسن لعيب عندي، كان بيديني حافز. هي دي النقطة بقى، هل موسيماني كان بيعمل كده ولا بيعملش؟ هل أنا كمان الرغبه زي ما انت قلت بالظبط، اللعيب وشخصيته صح بيموت نفسه ويرجع تاني ولا بيرجعش؟ انا في اوقات كتيره مانو جوزيه جه عليا كتير، بس في الاخر كنت بحاول ارجع نفسي وهو موت نفسي. هي دي شخصيه زي ما انت قلت. عجبتني الكلمه دي، حلو حلو. بس برضه انا هقول لك على حاجه. قفشه مشكلته مع كان كروش ان هو الراجل ما بيلعبش 10، بيلعب 2 8 2 بالظبط. فانت مش هتلعب مع كروش، يعني انت مش مستبعد ان انت قليل. ان انا مش محتاج مركزك. المركز ده بالظبط الا اذا تطور لعبك. بالظبط كده، ان انت تدافع كويس وتهاجم كويس وتلعب بشراسه. هو قفشه الحته ديت مش. طيب عايز اسالك على الكرات الثابته في النادي الاهلي. واحده من اهم العلامات اللي باينه في شغل مارسيل كولر، الكرات الثابته الهجوميه تحديدا، يعني انه في تعامل تكتيكي واضح في اللعب. يعني هدف ذهابا وايابا في مباراتي الاتحاد المنستيري، كذا كوره بتشوفها في الاهلي تحس ان في نمط متكرر، كل كوره ثابته غالبا لاعب من الاهلي هو اللي بيلمسها لما بتروح، فده شغل مدير فني. لا طبعا طبعا، الكور الثابته احنا والكورنرز والفاولات، وخد بالك ان في كل حته في الملعب في واحد مخصوص بيشوف بيرفع الاوفر. يعني مثلا الكورنر مثلا ساعات عالي ساعات طاهر، الفاول اللي من اليمين بيعمله مثلا عالي، اللي مش شمال طاهر. يعني في اماكن في الملعب هو بيحطه، وفي باين التريكات قوي. يمكن حسن دلوقتي قال لي على بتاعت ايه، بيعملوها اتنين وبدل ما بيرفع بيرجعها على ال 18 اللي هو قفشه. فلا باين شغل الراجل في الملعب وكور الثابته. من الحاجات المهمه في اي مدرب انه يبقى عنده لمسات تحديدا في الكرات الثابته. يعني وانا فاهم انه في مدربين كتير بيشتغلوا عليها، بس مش كل المدربين بيعرفوا يحفظوا، او على الاقل مش كل اللاعبين بيترجموا للمدرب بيقولوا. يعني بس انا حاسس انه في المباريات اللي فاتت كلها الاهلي بيترجم، مش شرط يكون الاهداف كلها من كرات ثابته، ولكن في كل كره ثابته بقت خطيره في النادي الاهلي تقريبا. طبعا زي ما انت قلت بالظبط يا كابتن كريم، ان النادي الاهلي بقى دلوقتي في الكره الثابته بقى مميز. زي ما كان الزمالك السنه اللي فاتت كان مميز. لا السنه دي لا. السنه دي لا؟ لا ليه؟ اتنين مش موجودين، الونش وحسام عبد المنيب. بالظبط.
ودفاعيا بقى وحشين بقى كل كره دلوقتي اي فريق بياخد كره منهم كورسر يعني هم قالوا عن السنه اللي فاتت النادي الاهلي بقى مميز جدا في الكور الثابته دفاعيا وهجوميا بقى في تريكه بيعملها يعني الراجل بيعمل تريكات كتيره يعني كذا حاجه كذا بيعملها بالظبط فهي دي من ميزات المدير الفني يعني المدير الفني بيعمل تكتيك في الملعب وتكتيك كور ثابته فهي دي انا شايف ان هي دي حاجه كويسه قوي قوي للنادي الاهلي السنه دي.